عادت إلى السطح في الفترة الأخيرة نغمة الخطر الديموغرافي تتردد في إسرائيل، وذلك بعد تقديرات إسرائيلية بأن عدد الفلسطينيين عام 2050 سيصل إلى ما لا يقل عن 10 ملايين بالضفة وغزة. فيما سيكون هناك تقريباً 10 ملايين يهودي وثلاثة ملايين عربي في إسرائيل بالعام ذاته. منذ سنوات يركز الإسرائيليون أساسا منهم والعسكريون على مسألة الديموغرافيا، وقد أجمعوا على أن خطرا وحيدا على إسرائيل يمكن أن يسمى خطرا وجوديا هو الخطر الديموغرافي. تعتبر إسرائيل مسألة الديموغرافيا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأمنها القومي، فهي تعرف نفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، لذلك يوجب عليها أن تحافظ على ميزان ديموغرافي تكون فيه أغلبية يهودية مطلقة. بالتالي فإن أي خطر يهدد الأكثرية اليهودية في إسرائيل يعتبر تهديداً لوجودها، ولأن زوال أكثرية يهودية في إسرائيل يساوي زوال دولة إسرائيل عن الوجود. تنتهج إسرائيل وسائل متعددة تحت غطاء الحفاظ على أمنها القومي، مثل إنشاء جدران عازلة أبرزها جدار الفصل العنصري مع مناطق الضفة الغربية، كذلك تشجيع هجرة اليهود إلى إسرائيل، ولا سيما ما يحدث الآن في الشيخ جراح وسلوان من تهجير قسري للسكان هو خير دليل، إذ تسعى إسرائيل لمنع نشوء أي تواصل إقليمي لأكثرية عربية من شأنه أن يقطع أوصال دولتهم. الهاجس الديموغرافي هو من أكثر ما يقلق الإسرائيليين وعمق الجدال بينهم، خاصة بين اليسار واليمين، حيث سارع اليسار مؤيدي حل الدولتين للتأكيد مجدداً على ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين للحفاظ على يهودية الدولة. فيما أتى الرفض من ائتلاف اليمين الذي كذب هذه الأرقام لتبرير موقفه الرافض لمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، ورغم ذلك دعا لاستقدام المزيد من اليهود وتوطينهم بفلسطين. يذكر أن التحدي الديموغرافي السياسي كان أحد الاعتبارات التي أقنعت رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين بالتوقيع على اتفاقيات أوسلو، كذلك له دور رئيسي في قرار شارون بالانسحاب من قطاع غزة في عام 2005. ويرى البعض بأنه السبب الأساسي في رفض إسرائيل للمطلب الفلسطيني بحق العودة للاجئين. برأيك هل تزايد النمو الديموغرافي الفلسطيني قد ينهي وجود إسرائيل؟